الكرة فيها محاولة من عمر إيمانويلسن بالجهات اليمنى، البحث عن العرضية، تأتي العرضية، ركلة جزاء أخرى، حكم يشير بالاستمرارية، محاولة تأتي لبرنس باتي، الكرة فيها تسدي. يا سلام، في اللقطة الماضية واحد من الأهداف الخرافية بتسديدة جاءت في غاية الروعة عن طريق الهولندي ديونج، يضع الكرة بخبرة الطواحين في شباك الحارس غوايتا ليعلن التقدم بهدفين نظيفين. ديونج كرة القدم عقل، كرة القدم عقل. شوف الكرة الماضية، ركلة جزاء واضحة. حكم المباراة تردد في احتساب ركلة الجزاء، تردد في احتساب ركلة الجزاء، لكن بعد ذلك شوف يا لروعة التعامل في الكرة الماضية. برنس يهيئها إلى ديونج، يضعها بشكل في غاية الروعة، تهتز شباك غوايتا ليعلن الميلان عن ثاني الأهداف في اللقطة الماضية.